مرة أخرى يؤكد فريق اتحاد الحراش بأنه تجاوز مرحلة الفراغ التي مر بها مع بداية الموسم، ويضيف 3 نقاط إلى رصيده وبثلاثية من الأهداف أمام الضيف شبيبة بجاية التي تستمر مع المعاناة رغم أنها كانت السباقة إلى التهديد عن طريق أنشط عنصر مباركي بهذه التسديدة القوية التي علت إطار مرمى الحارس سليمان. اتحاد الحراش كان الأقرب إلى فتح باب التسجيل لو استغل صلة هذه الكرة في العمق وجها لوجه مع حارس فريق شبيبة بجاية قاسم شاهد، ماذا ضيع الصلة. أفضلية اتحاد الحراش في المباراة تواصلت، فكانت هذه الهجمة المنسقة على الجهة اليسرى وبقيادة قائد الفريق يونس الذي يراوغ بامتياز ويوزع هذه الكرة صلة في المكان المناسب هذه المرة، ويمضي أول أهداف في اتحاد الحراش في الدقيقة 15 من بداية المباراة. حتى تخلص يونس من المدافع كان بطريقة رائعة، صلة مع شباك شاغر يمضي الهدف الأول، وهي نتيجة المرحلة الأولى التي أعلن بعدها الحكم عاشور عن نهايتها بتفوق الاتحاد وبهدف مقابل صفر. في المرحلة الثانية وصل الاتحاد في السيطرة، فكاد عزي بهذه الراسية أن يخادع شبيبة بجاية، لكن قاسم في المكان المناسب. الحكم عاشور أعلن عن ضربة جزاء في الدقيقة 54 بعد عرقلة يونس على الجهة اليسرى وداخل منطقة العمليات، تقدم لتنفيذ الضربة بمشرى بامتياز يوقع الهدف الثاني في الدقيقة 55 من بداية المباراة. انطلاقة جديدة بالنسبة لشبيبة بجاية، وأماضة يضيع وجها لوجه مع قاسم. الدقيقة 70 شهدت هذه المحاولة من جانب فريق اتحاد الحراش الذي ضيع في مناسبتين قبل أن يتمكن بمشرى بعد التدخل من قاسم في المرة الأولى على كرة أمادة. بمشرى يراوغ ويسدد، ولكن المدافع شحيمة لم يجد سبيل إلا إيقاف الكرة باليد، وبالتالي ضربة جزاء لفريق اتحاد الحراش مع طرد أبرز عنصر من جانب فريق شبيبة بجاية شحيمة بالبطاقة الحمراء. الضربة إمبارة لها بالقرب.